السلام عليكم، مرحبا بالناس لهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس لهم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على فلاديمير وين سيلجأ لحل مؤقت لمشكل الدفاع. يعني بالخط عليه ينجم يجيب لعابة، يعني يجيب واحد ولا زوج في الدفاع يعطي الحلول السريعة، يبحث على حلول سريعة. هذه يجيب لعاب، قادر يجيب لعاب من البطولة الجزائرية، يجيب لعاب من البطولة الجزائرية، يجيب مدافع من البطولة الجزائرية. هذه هي ماشي غير كاين، الحمد لله يا ربي. بصح يعني في هذا الوقت الحساس، وقت صعيب هذا، يعني كاين لي بزاف هم يحوسوا عليها، على بالك يقولوا كيما جيب فلان جيب فلان جيب فلان جيب فلان. هذيك تاع جيب فلان جيب فلان هذيك عندها قصة، حذاري منهم هذو. خاطش ما كانوش يقولوا في مي كانت دعوة بعيدة شو من 2019 حتى 2022 تحضير كوب دافريك كوب دي موند، قال لك لا نقعدوا هاكا مجموعة احنا ما نزيدوش، وضربوا في ظرف شهر ولا شهر ونص جيب فلان جيب بيسيو ايكيب في مباراة في مباراة رسمية، حاسبين باللي المدرب اللي فات في مباراة ودية أمام مصر جرون كومبلي أمام تنزانيا ولا أمام أوغندا، لا دوزيام إيكيب، وين تسبب قال قلة خيارات الدفاع والأخطاء الكارثية لخط الخلفي للمنتخب الوطني، صداع يعني مزمن في رأس الناخب الوطني فلاديمير، وفي ظل صعوبة إشراك أو البحث عن أسماء جديدة لإشراكها مباشرة في اللقاء جوان أمام غينيا وأوغندا، من المنطق أن المنتخب الوطني لا يتوفر على حلول وأسماء جاهزة حاليا، ومن هذا المنطق سيضطر المدرب إلى حل التكتيكي لمعالجة مشكلة الدفاعية للمنتخب الوطني الجزائري نحو اعتماد يعني ربما يعني فنك الحل التكتيكي، يعني ربما الاعتماد على خطة 3-5-2 في لقاء غينيا وأوغندا، ولا يلعب والمنتخب أن يتخلى المدرب الوطني عن خطة 4-3-3 ويعتمد يعني طريقة اللعب مختلفة وخطة 3-5-2 والتي لعب بها الكثير رفقاء المنتخب رفقة المنتخب السويسي، والتي يرى الكثير من المحللين بأنها تناسب المنتخب الوطني بالنظر للأسماء التي يتوفر عليها والقدرة على اللعب في هذا الخطة، يعني وفي مقدمتهم أيت النوري والذي يلعب وفق لهذا النظام مع فولهامبتون والتألق بشكل يعني لافت بفضله، كما أن اللعاب يعني اللعب بثلاث لاعبين في المحور من شأنه تقليل من الأخطاء الدفاعية في الفترة المقبلة على الأقل. يعني هذه الشغل يقول لهم تراو كي تشوف كيما هكا تعرف بلي المنتخب الوطني الحمد لله يا ربي، كان اللي قال لك لا في ثلاث مباريات تلقيتو منا يا ودي مليحه مزيه في ثلاث مباريات تلقينا كيما هكا مزيه والله العظيم الحمد لله يا ربي. ايوكم تلقيناش في هذو المباريات راكم تهضروا عليهم، ايوكم تلقيناش اخطاء كيما هذو، شايقول لك كرو ندخلوا في حيط. يعني الله يسهل له. المباراة هاو ماشي زاقة اخويا، ماشي قسرة هذيك. انتو كيفاش خويا؟ يقولوا بلي اليوم المنتخب الوطني الجزائري وين قادر فانيك خلينا من الخطة تاع 3-5-2 ولا تاع، خلينا هذه الخطة هي تناسب. بصح نتكلموا على واحد الأمور، يعني قادرين يكون عنده حلول من الشامبيون تاع الجزائر، قادر يكون عنده حلول من الشامبيون تاع الجزائر، يكون عنده حلول واحد ما يروحش بعيد. يعني كاين بزاف ناس يقول لك لا وبلاك لا قادر،
بزاف غلط. شو بين آية النوري شحال غادي يقعد من اليوم؟ آية النوري مع إصابة إصابة تاعها ماشي ماشي صعيبة تمشي تلفم نقولو حنايا إصابة واعرة ولا لا، متنقولش على روحنا يا أخويا. عجبك تايا إصابة 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 من إصابة يا ولدي. هادو شو غير تشوفهم يهضرو على واحد عارف بلي همالك. أنا نقول لك هذه يا خويا مدرب يعني من نتمناو المنتخب، خاطر كان يقول لك انت كيما تقول ونقول مدرب لان مدرب منتخب وطني جزائري راهي مثل في المنتخب الوطني الجزائري. هذه هي كي نجي نقولوا بلي مدرب كان يقول لك كيف انتم تقولوا مدرب ها ونقول المدرب ها واش غادي نقول لك مدرب كي هو غادي ينجح يحط خطه ناجحه غادي احنا نفرحوا غادي نفرحوا. هادي هادي يا خويا ما شاء الله. شو مشيتي في وقتها ان شاء الله يا رب. أو جاية هاكا، المهم منتخب وطني جزائري، حنا مع المنتخب الوطني الجزائري مهما كانت مع المنتخب الوطني. وكي رانا نقولو كيما ماشي قضية رانا نوجدو، قالك كان يقالك راكم توجدو للخسارة كون نخسرو، يا ودي ما كان لا وجد للخسارة لا والو. أنا المهم في راسي كاين سي بوا نحسبو تولي 12 نقطة، هذه هي. ما كاش تاع روح ومن بعد عاودوا لي مكاش. هذي عندنا دو ماتش سي بوا تصغار لكم هذيك المعبد تاع المعبد اللي كنتو تدخلوا له غادي يصغار هذاك. هذي متالي كاع هاي بيناتهم يا ولدي. هذا شيخ هذا اونترينير، هذا هو اونترينير هذا مدرب تاع خطط تكتيكيه ماشي مدرب تاع اعطي اللعاب خلي اللعاب هو يماركي كاش. شوف كي راه كيفاش راه يخدم فيها ضرب هو، شوف كيفاش يخدم فيها يخدم ما يدبر راه يخدم يعاوز يخدم فيها. ماشي راه راقد مدرب، مراش راقد مدرب راه يخدم. هذه هي ولدي خويا انا نتوما بيها نتوما حاسبينها جوجي ولا والله عاجبين نتوما. تشوفوا يا بلي يا ولدي ما كان والو راه لي جوي عجبكم لي جوي لا ابقاتي هاو قلت لكم واش تمشي كيما كانت كلشي تبدل. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجيو لنا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بالجديد. اللي مشي ابوني معنا وربي يحفظكم ويحفظنا معكم صراحه.